اه زي ما انتم شايفين اهي. ليه هنا واحد بس؟ ليه احنا متعودين ان احنا اضافه نفس المستخدم هياخد واحد، لان ده هياخد ارقام تانية. طيب ايه بقى اللي يخص هنا لاضافه نفس المستخدم؟ ادخال نفس التاريخ وتاريخ متحرك واضافه نوعيه البيان، دي مهمه قوي. طيب هل ان ده، هل ده في فيلد خمسه فيه؟ هنشوف بس عشان انا ايه الكلام ده كنت عامله الصبح فانا ممكن اكون نسيت. تعالى تاني نشوف بس اسمه ايه. خلاص انت كده مهمتك انتهت، هنخفيه بس عايزين اخفاء. ده اسمه ايه هنا؟ هنا اه اهو. اه موجود في فيلد خمسة. طيب بقى فيلد خمسة بس هيكون سلاف والماستر بتاعه هيكون بره. فين الماستر وفين السلاف؟ يعني ايه ماستر ويعني سلاف؟ يعني ده ماستر وده سلاف. هنا اسمه 178، يبقى كليك اليمين كده اهو. اه بص لحد ما تظهر، لحد ما تظهر كلمة لك اللينك دي، يبقى ده واللي جوه ايه كام؟ واللي جوه خمسة. خلاص طيب اهو بص هنا اختفى 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 اختفى. مجرد ما نعمل صلاحيات تانية بيظهر الصلاحيات بتاعته. طب ليه هنا متكرر؟ علشان احنا المفروض في الادخال الصلاحيات اتنين، في حالة لو بتساوي صفر زي اللي هو في الادمن، في خلال الادمن اهي. هنعمل الحوار ده في الادمن. اهو اللي هو ده تكست 104 بتساوي صفر. فين هو 104 ده؟ تكست 104 اللي هو ده. طب انت بتساوي ايه يا 104؟ اه عملنا دي كاونت، دي كاونت. طب تعالى يا دي كاونت الموجود في ريكويري 43، الشرط بتاعك ايه؟ فين ال ايوه هو ده الفيلد 3، عايزين يعمل ده رقم واحد. طب احنا هناخدك كده كلك على بعضك، فورم 10. طب عايزين ناخد عيوننا. طيب تمام كده، وهنضطر نعمل دي كاونت على ايه بقى؟ على مش ده وات، مش ده برضو، مش ده برضو تقريبا 25. هنعمل بقى الديك كاونت عليه بحيث لو متكرر ما ايه ما يخشش تاني، يبقى ديك كاونت على ده. هناخد الكويري هننزل 25 بالكامل بالكامل. وهنشوف ده المفروض هيتحط عليه هنا في فيلد 3. خلاص احنا كده حفظنا ان الفيلد 3 ده هو خاص بالاي دي رينيم. خلاص كده يا جماعه، يبقى احنا كده ايه حفظنا على كويري 55، هتتسجل باسم كويري 55. طب نعمل بقى ايه الديكاونت بتاعه؟ هنعمل الديكاونت بتاعه، احنا عايزين البتاع ديت متوحش مني، عايزين نسجل دي ماشي.
عايزين نعرف كود الديكاونت. طب الاول كود الديكاونت، كود الديكاونت اهو، هو ده كده اهو، نقطة معلم ماشي. تعال هو هنعمل ديكاونت على ايه بقى؟ ديكاونت على 55، يبقى رنيم كوبي وهنضيفها هنا اهو 55، تمام كده. طب داخل 55 ايه هو اللي عايز تعمل عليه فلتر؟ اي حاجه فيه تفرقش، ممكن تكون اي دي، بس بشرط لازم تكون ديكاونت فيها الاي دي او متحدد عليها اي دي. يا ابني اعمل بقى هنجد دي ولا ايه؟ طيب ثواني، مفيش اي دي. طب ناخد اي واحده منهم مش مشكله، ده هنيجي جامد جهاز مهنج اهو اهو. بص ناخد فيلد 1، اي فيلد فيهم اي حاجه فيها. طب دي هتكون فين بقى؟ هتكون جنب الحلوه الاموره دي، نص كنترول في و بس الكلام ده هنشيل ده وهنضيف ده. يبقى هنا اهو ده اسمه هنا تكست 116، خد بالك بقى عشان ده تكست 116 بس، حفظ بقى 116 عند ادخال الصلاحيات 2. لو الكلمه الحلوه اللي احنا عملناها دي قبل نفذ الكلام ده else and if else and if. معنى كده ان احنا لو عملنا account، عملنا اسمه ايه ده، عملنا ادمن جديد مش هيعمل التكرارية، او طبعا مش هيعمل التكرارية خالص خالص. كده بقى شغاله ليه اللي هتروح مني كل شويه، انا بحتاجها كتير اللي هي الزرار ده. علينا اهو، بص يا جماعه ده في الادمن ماشي. تمام كده صلاحيات 2 غلط، صلاحيات 2 غلط، صلاحيات 2 غلط. كده دخلت 3 مرات اهو بنفس بنفس اليوزر. لا الكلام ده بقى مش هيحصل، هيخش في الاعدادات لازم اصلحه. لا يا حبيبي ده كلام ده في عبد الله، عبد الله صلاح 2 هنا متكرر برضه، متكرر مرتين، متكرر مرتين. طب ليه بقى اتكرر؟ هنعرف، هنعرف ليه بالظبط، بس احنا دخلنا 3 مرات. طيب هيبقى احنا هنا في حاجة متعملتش في خلال الأدمن. تعالى بس احنا عايزين نظهر الاتنين دول، ده وده. بص صفر صفر اهو كده، ايه غلط هنا بتساوي 5، بتساوي 5 ليه؟
ركت. بصوص. خمسة وليس واحد. تساوي صفر. معايا بس ما سويتش صفر. بس هي ما سويتش صفر. بس هل هي في أول مرة سوت صفر وبعد كده سواء تاني نطلع تاني نعمل أكونت تاني لازم تاني كده ونشوف كده صفر وصفر. صفر صفر. هنا صفر ظهر خمسة على طول. طيب تعالى هنا في شروط معينة. هنا مي 104 ريكويري مي دوت 104. في ريكويري الأول لازم نعملها عندي اف 116 ممكن شوف. تساوي واحد كده ما عملش ريفريش 118 رغم 118 معمول له. واحد مفيش غير 210 تكست واحد. كتير أوي. طيب تعالى تلاتاشر تلاتاشر طلعت مظبوط وستاشر طلعت مظبوط. ماشي كام ده؟ بس طلع مرتين. ليه طلع مرتين؟ واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. تلات مرات.
الكلام ده رينيم 55 على 25، بس لا هو 25 على ده 25 دي هنا انا بشوفه في هنا اني اللي احنا عملناه تلاتة وأربعين وده 55، مش عارف هو ليه 43. معمول له صورة وكل حاجة، ما ليه واخد نفس الرقم ده اتكرر كتير ليه كده؟ يعني دلوقتي هنتكلم في اللي هو ايه، اللي هو كود 119، تمام كده. الواحد رقم خانة تاني، بص عمل ثلاثة اهو كده. المفروض اللي هو اغلاق القسم، وهنشوف كده الموضوع. اسمها صحر ثالث، صحر اتنين، لا لا ده هنا المفروض هنا ما سويتش ليه 219 219، هم التلاتة هم تمام، ما جاتش ليه وما ظهرتش ليه. هو كده في الخانة اللي هي الأولانية ما ظهرش ليه، لأن هو بيقول لك هنا بتساوي اتنين إضافة أدمن. ليه بتساوي اتنين هنا؟ في حاجة مشكلة هنا لما لعبنا، حصل فيه مشكلة بروبليم هنا. ليه هنا بتساوي اتنين؟ ليه هنا بتساوي اتنين؟ انت دلوقتي بتساوي اتنين، في خطأ هنا دلوقتي. 43 في تلاتة، طب انت هنا في بين تلاتة، ها في 43 كويري 43 في مشكلة. هنعرف دلوقتي في الكويري 43 دوت، تعالى واحدة واحدة كده نعالج المشكلة ديت، عشان هو المفروض ده أول ما نفتح بيبقى صفر، عشان كده عمل بروبليما شوية أنا أحلها. لا مش من هنا، من إضافة أدمن هنا. هركز بقى هنا كده صح، اللي هو تمن دي صفر صح. ليه هنا اتنين؟ في هنا مشكلة، طالما دي اتنين عمرها ما هتعمل. طيب هنا تكست 2020، الكاونت دي الكاونت بتاعك ده شكله كده بايظ ومش هعتمد عليه، بس طبعا هنتأكد من المعلومة. 2020 بيقول لك هنا 2020 ده متكرر مرتين، ازاي؟ انت دلوقتي واخد من ايه؟ من تيبل 24. تعالى يا عم 2020، آه
كلامك مظبوط. 2020 ده بتاع واحد محذوف، بتاع واحد محذوف تقريبا. تعال نشوف كده كويس، احنا بنتعلم اهو. تعال نشوف كده في تيبل 3 هل فعلا في 2020. مفيش خالص 2020، لكن موجود. شوف بقى احنا بنتعلم اهو، موجود في جدول 24 ده. طب ايه بقى المشكلة؟ المشكلة بعد كده ان احنا لازم نحذف الاول، بعد يعني ننظف عملية نظافة، بعد كده ندخل الداتا في اللي هو جدول تيبل 24 دوت. امتى بندخل تيبل جدول تيبل امتى ندخل داتا في تيبل 24؟ تعال نشوف عشان نعمل عملية حذف. هنعمل عملية قبل ما نضغط على الزرار اللي هو الصفحات التانية دي، نعمل عملية تنظيف. يعني ايه تنظيف؟ يعني يحذف كل ما هو 2020 ويضيف مرة أخرى في صفحات 2. يعني هو كده قالي إن في 2، أو قالي في 2 داتا موجودين في 2020 ده. طب ليه ده اتحذف وبعد ذلك الرقم اتكتب بحاجة من الاتنين؟ يا إما ما ياخدش رقمه تاني، يا إما نحذف إيه الأثر الراجع. نحذف الأثر الراجع عشان الداتا ما تكتشف في البرنامج ملهاش أي لازمة. ماشي كده؟ طيب، تتحذف إزاي؟ سهلة، متخافش يعني، متقلقش. أول حاجة بنعملها الجدول واخد إيه؟ من هنا 43، تعالى 43. تبعك ايه؟ تبعك 24، يبقى تيبل 24 هو ايه اللي المفروض يتحذف. تيبل 24 هنعمل الاستعلام ده ونضيف كل الخانات دي تاني، وهتبقى تاخد رقم 56. 56 56 وهنعمل برضك، احنا قلنا كان 43، هات 43 ده في هنا فلتر، هاته مش مشكلة، وهنضيفه في 56 في رقم 3. في رقم 3 وهنطلع الكود بتاع الحذف. خلاص كده، وهنحوله ديليت. دي ايه؟ ديليت، ونسيف على كده. خد الشكل الديليت ده تمام كده اهو، وهنطلع كود بتاع الحذف. حذف الشامل اهي، يبقى لازم الفولس ده. هناخد الرينيم بتاعها وهنضيفه مكان ده.
خش ناخد تاني. فيها حصل مشكلة بس جهاز مهنج. هات الكلام ده كله هيتنفذ قبل ما الضغط على الزرار. اول حاجة في عند الضغط على الزرار، زرار الصلاحات التانية. مش عارف بقى ان جهاز مهني جامد مش عارف ليه. مش عارف الجهاز عندي للأسف الشديد. أول حاجة هنعملها يعني حتى قبل الريكويري كمان، تعالى ضغط ادمن كده، المفروض هيصفر الاثنين اللي هنا ويدخل باسم جديد. الصلاحيات اتنين انتوا شايفين اهو، لسه ما عملناش هنا في الفترة دي. نخرج نخش على اعدادات، اهي ظهرت اهي وظهرت الباقي هنا. ليه هنا برضك متكررة؟ لان احنا هنا لسه ما عملناش اللي هي الفرعية التالتة في حتة الإدخال، هنعملها دلوقتي بحيث ما برضك المفروض يحذف الأثر الرجعي بتاع اللي هو 2020 2020 2020. عشرين عشرين ايه ده مفيش مشاكل عليه، احنا بنتكلم على ديت هنا مرة واحدة. ليه الناحية دي الناحية التانية متكررة مرتين مع ان هنا الادخال مرة واحدة بس؟ تلاتة اهم 2020. هنعرف دلوقتي دي عشرين عشرين ده خلاص هيعمل إخفاء لي الاتنين دولت.
لأن هنا ومن هي مرة واحدة تسعة حداشر اتناشر مظبوط. دي هنا مكرر هنعرف ايه سبب التكرار. لازم نعرف ايه سبب التكرار ده، التكرار اللي يزيد عن اللزوم دي. هوينا معمول تحديد اللينك ولا مش معمول؟ متحدد اللينك تمام. فيلد خمسة، فيلد خمسة، طيب تمام كده. وحاليا كده متحدد اللينك. انت هنا اسمك 40 5، تيبل 40 5. انت مكرر ليه هنا بقى؟ هل معمول لك التصفية ولا مش معمول؟ دي الأسئلة المفروض تتسأل. هنا مش معمول تصفية، خد بالك. طيب في ال اه يبقى هنا مش معمول تصفية، خلاص باينة يعني. التصفية يا سي وهنضيفها كل ثلاثة. جيت حذف حصول الأضمن تامر جمال صحاب اتنين تمام كده. كده مش ايه، بس خد بالك ممكن يتكرر برضو عشان ما عملناش الديليت بتاعها، اللي هو يحذف الاثر الراجل الاول زي ما عملناه والكلام ده هنعمله عشان يبقى احنا كده ايه خلصنا الجزئيه دي خالص. هنا طبعا يختفي، هنا يظهر عشان ده تابع لده، ده هو في نفس المستخدم ده بقى يبقى اتخاذ بنفس التاريخ اليوم فقط. لو لحقنا عملناها النهارده ان شاء الله نعملها نعلم عليها كده بايه كده اتخاذ بنفس تاريخ اليوم، اتخاذ بنفس تاريخ اليوم كده اللي هو لا عايزين نعكسها، المفروض اتخاذ بنفس تاريخ اليوم فقط. كده بقى يدخل اي تاريخ كده نحجمه تمام كده.